عليكم، ازيكم في فيديو جديد مع ايزي انجلش وذ نانسي. طبعا باين هنتكلم في ايه مع بعض النهارده. النهارده هنعرف ازاي نقول الساعه او نقرا الوقت بالانجلش. تعالوا نبدا. فيديو النهارده هيكون متقسم لثلاثه بارتس، 3 بارتس او ثلاثه اجزاء. الجزء الاول هنقول فيه بعض المفردات اللي ليها علاقه بالوقت، الجزء الثاني هعلمك طريقتين تقول بيهم الساعه، والجزء الثالث هنقول فيه ايه الفرق بين AM و PM اللي احنا بنشوفها دي واحنا جايين نظبط الالارم او المنبه. هنعرف ايه الفرق بينهم، وتعالوا نبدا مع بعض. الساعه دي اسمها ساعه الحائط clock clock، اما دي اسمها watch watch. okay clock watch. الساعة اللي بيكون فيها عقارب زي اللي بنحطها على الحيطة او اللي بنلبسها في ايدينا بنقول عليها analog clock analog clock. اما الساعة اللي فيها ارقام زي الساعة الرياضية مثلا بنقول عليها digital clock digital clock. عقارب الساعة بنقول عليهم hands hands. okay عقرب الساعات اللي هو العقرب الصغير بنقول عليه our hand our hand، والعقرب عقرب الدقايق اللي هو العقرب الطويل بنقول عليه minute hand minute hand، وعقرب الثواني الرفيع خالص ده بنقول عليه second hand second hand. كلمه second hand برضو بالانجلش يعني حاجه مستعمله used. اوكي يعني second hand market ده بيكون فيه حاجات مستعمل، بس again ده اللي بنستخدمه هنا النهارده second hand بمعنى ايه؟ بمعنى عقرب الثواني. لو حد عايز يسالك على الوقت هيقول لك what time is it what time is it what time is it. اوكي وانت لما تحوس تجاوب عليه بتقول it's، وبعدين هنعرف ازاي نقول بقى الساعه مع بعض. زي ما قلت لك النهارده هعلمك طريقتين تقول بيهم الساعه. الطريقه الاولى ازاي تقرا الساعه الديجيتال، ودي اسهل طريقه لان انت بتقرا الساعه زي ما هي مكتوبه قدامك بالظبط. يعني زي كده هتقول ايه 10:30 10:30 يعني 10:30 دقيقة. وفي الطريقة دي بنقول الساعات الأول وبعد كده بنقول الدقائق 10:30. أوكي طيب دي نقول عليها إيه 5:20 very good. يعني إيه؟ يعني 25 دقيقة. طيب دي 9:45 يعني 9:45 دقيقة. مفيش اسهل من كده. طيب لو جات لك الساعه كده هتنطقها ازاي؟ 4:03 دقايق هتقولها ازاي؟ 4:03 ولا هتقولها 4:03 ولا دي ولا دي؟ هتقولها 4:03 في الانجليش لما بيجي الزيرو في الارقام زي رقم التليفون او انت بتقول الساعه بتقوله او، لان الزيرو شبه حرف الاو. اوكي سو 4:03. طب دي very good 10:07. تمام نيجي بقى للطريقة التانية. الطريقة التانية سهلة جدا برضو، بس لازم نكون عارفين كلمة مهمة جدا هي كلمة o'clock o'clock. فاكرين زمان لما كانوا بيعلمونا الساعة كانوا بيقولوا لنا العقرب الكبير على 12 والعقرب الصغير على واحدة مثلا، الساعة كام؟ واحدة. تمام واحدة بالضبط. فنقولها ازاي بالانجلش 1 o'clock 1 o'clock. طب لو كده very good 3 o'clock. لو كده 5 o'clock. okay. لو كده 12 o'clock. very good. سهلة جدا ومفيهاش اي حاجة. تعالوا بقى نعرف كلمتين مهمين جدا وهما كلمة past وكلمة to. okay. كلمة past يعني بعد بعد. okay. وكلمة to يعني الى. الكلمتين دول مهمين جدا عشان تقدر تقرأ الساعة بالطريقة دي. فاكرين في الطريقه الديجيتال احنا قلنا بنقرا الساعات الاول وبعد كده الدقائق. في الطريقه دي العكس. اوكي هنقول الدقائق الاول وبعد كده الساعات. يعني مثلا الساعه كده دلوقتي كام؟ 3:05. طبعا احنا بالعربي بنقولها ايه 3:05. لا في الطريقه دي هنقول الدقائق الاول، هنقول 3:05. هنقولها ازاي 5 past 3. اوكي طب كده 7 past 3 يعني 7 دقايق بعد الساعة 3. طب كده 10 past 3 very good 10 past 3. okay طب كده بتقولها ازاي في العربي؟ افتكر الأول بنقولها 3:15 ولا بنقولها 3:15؟ 3:15. وربع يعني ايه بالانجلش؟ يعني quarter quarter. okay فدي بنقولها ايه
يعني ربع ساعة بعد الساعة 3 quarter past 3 quarter past 3 very good okay كده كم 20 past 3 يعني 20 دقيقة بعد الساعة 3 لحد ما نوصل لنص دي بتقولها ايه بقى بتقولها برضو بالعربي 3 ونص يبقى هنقولها ازاي نص ساعة بعد الساعة 3 يبقى half past 3 طب سؤال لو انت عايز تقولها بقى بالطريقة التانية اللي هي الديجيتال هتقولها ازاي 3:30 very good يبقى half past 3 او 3:30 well done لو الساعة مكتوبة كده على الديجيتال كلوك مكتوبة 3:35 بنقولها ايه 3:35 بس على الانالوج بقى هننطقها ازاي يا ترى احنا في العربي بنقولها 3:30 و5 في الانجليش هتبقى مختلفة شوية انت دلوقتي قربت من الساعة 4 فاضل كام دقيقة توصل للساعة 4 فاضل 25 دقيقة عشان توصل للساعة 4 يعني 25 minutes الى الساعة 4 نقولها ازاي بالانجليش هتقول 25 to 4 يبقى بالديجيتال 3:35 بالانالوج هنقولها ايه 25 to 4 طب كده كم دقيقة لحد الساعة 4 20 to 4 excellent 20 to 4 طب بالديجيتال هنقولها ازاي 3:40 يعني 40 دقيقة يعني 43 دقيقة تمام طب كده هنقولها برضو بالعربي بنقولها 15 دقيقة لحد الساعة 4 ولا بنقولها 4 الا ربع يبقى هنقولها ازاي هنقول ها فاكرين الربع كان اسمه ايه quarter very good okay يبقى هنقولها ازاي quarter to 4 يعني ربع ساعة لحد ما توصل للساعة 4 quarter to 4 very good okay طب كده quite tricky فكر شوي ها فاضل كام دقيقة لحد الساعة 4 يعني لو هي 3:53 كده فاضل كام دقيقة عشان الساعة توصل لـ4 yes very good 7 دقايق عشان توصل للساعة 4 يبقى 7 to 4 كده 5 to 4 كده 4 o'clock very good طيب وصلنا لبارت 3 معانا او الجزء الثالث وهو الفرق بين AM و PM AM دي اختصار anti-meridian ترجمتها قبل منتصف اليوم اوكي وال PM دي معناها post-meridian يعني بعد منتصف اليوم تعالوا نشوف بقى الفرق بينهم احنا عارفين ان اليوم 24 ساعة متقسمة 12 و 12 اليوم بيبدأ من الساعة كام؟ من الساعة 12 بالليل او 12 midnight 12 midnight دي بداية اليوم ودي بنقول عليها AM 12 AM او 12 midnight الساعات اللي جاية بعد كده دي كلها AM لحد ما نوصل لحد الساعة 12 noon او 12 الظهر يعني ايه؟ يعني مثلا لو الساعة دلوقتي واحدة بالليل فهي 1 AM 3 بالليل 3 AM اوكي كل ده ليه لان كل ده قبل منتصف اليوم لان منتصف اليوم عند الساعة 12 الظهر لحد ما نوصل للساعة 11 قبل الظهر على طول دي كام برضو 11 AM لو الساعة 11 و 59 دقيقة قبل الساعة 12 الظهر دي still 11 AM الساعة 12 الظهر دي بنقول عليها ايه بقى 12 PM او 12 noon خلاص يبقى احنا كده وصلنا لنص اليوم نبدأ من بعد نص اليوم الساعة 1 الظهر بنقول عليها 1 PM 3 الظهر 3 PM 6 اوكي 6 PM لحد ما نوصل للساعة 11 و 59 دقيقة بالليل قبل الميد نايت على طول دي لسه PM زي ما هي يبقى 11 59 PM or 11:59 PM أول ما توصل للساعة الدق تنتن 12 بالليل يبقى دي 12 AM مرة تانية سهل الموضوع وبسيط تعالوا بقى ناخد شوية اكسرسايز علشان أتأكد ان انتوا عرفتوا الساعة دلوقتي وفهمتوها كويس طيب رقم واحد يلا نبدأ مع بعض دي very good yes 7:16 هتقولها لي بالطريقتين 7:16 أو 16 past 7 ها دي yeah very good okay 4:50 4:50 أو
10 to 5. 10 to 5. Excellent. Okay. D. 5 seconds. Time out. Huh? Yes. 6:15. Yes, 6:15. Or quarter past 6. يبقى 6:15 أو quarter past 6. كده خلصنا فيديو النهاردة. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لـ Easy English with Nancy. اعملوا اشتراك في القناة على اليوتيوب, سبسكرايب, فعلوا الجرس عشان كل الفيديوهات الجديدة اللي تنزل تشوفوها على طول. واعملوا طبعا لايك على الفيسبوك والانستغرام. واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.